شو الاسم الكريم؟ والله الوضع الاقتصادي يعني في قطاع غزة يعني وضع متدني يعني مش تقول يعني واسع يعني يمكن بس أول شهر رمضان أول يومين كان يعني شوية في حركة بعدين هيك شايف يعني الأسواق يعني ضعيفة وهذا والخروب يعني هو مصدر رزق إلي وبأعيل أسرتي يعني فيه. ان شاء الله بكون شهر رمضان مبارك علينا وعليكم، واحنا الحمد لله بنبيع كل سنه فوانيس في ميدان فلسطين، العاب فوانيس وكل شيء كل موسم بموسم، ولقيت احنا موسم تقريبا موسم رمضان. بعنا الفوانيس وجمدنا الفوانيس باسعار كويسه والسوق مجاز زي ما هو بدنا احنا، بس الفانوس فانوس لرمضان. ولقيتها منحضر للعيد، شهر رمضان من السنه للسنه عشان نبيع فيه فوانيس ونبيع للعيد وهذا الرزق مش علي على كل الناس، يعني الناس بتاخذ مني وبناخذ من التجار والناس الصغار بنبسطوا، موسم هذا كل سنه بنبيع فيه الحمد لله يعني. القطايف أكلة شعبية سنوية تمتاز يعني بشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، تتكون من مكوناتها الطحين والاسميد، طبعا الماء بيكون فاتر تبعها، الطلب تبعها بيكون في رمضان بامتياز كبير وطلب يعني عالي جدا، ولكن يعني الظروف الاقتصادية اللي بتعيشها غزة بشكل يعني محدود، ظروف مادية صعبة، فبتلاقي أيام السحب عليها ممتاز ومرات ضعيف جدا يعني. أكيد هي سبحان الله شهر رمضان شهر خير وشهر بركة، وبتكون يعني الوجبة الأساسية على الإفطار لدى الصائم، فعشان هيك بتكون يعني رزقتها رزقة طيبة زي ما بقولوا. الغني والفقير بياكلها، لأنه أنا قلت لك يعني هي وجبة أساسية لدى الصائم، بعدين سعرها يعني مغري جدا 8 شيكل الكيلو، احنا في طبيعة عملنا بنمشي مع الوضع الاقتصادي الصعب لدى الناس، يعني ما بنتقيد في السعر برضو، يعني لو اجى واحد معاه 6 7 شيكل بنعطيه.